نرحب بحضراتكم مرة تانية في فقرة الصحافة والدنيا فيها ايه، الفقرة اللي من خلالها بنعمل جولة في الصحف المصرية ونطرح على ضيوفنا عناوين الأخبار ونحللها مع ضيوفنا. النهاردة بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مينا ملاك الكاتب الصحفي. ألو، صباح الخير دكتور مينا. هبدأ مع حضرتك الجولة الصحفية سريعا من جريدة اليوم السابع. الخبر الأول بيقول: صور السيسي وأعلام مصر ترفرف على غزة، حكومة الوفاق تتسلم مهامها اليوم، ورامي الحمد الله: جئنا لبناء مستقبل ولتخفيف العبء عن الناس، ونتمم جهود القاهرة في إتمام المصالحة والوحدة الفلسطينية. تعليق حضرتك على هذا الخبر وبعد آخر زيارة قامت بها حكومة الوفاق الفلسطينية بعد حوالي 3 سنوات. اولا الحقيقه لازم يعني نبص للخبر دوت من عده زوايا. المساله الاولانيه انه نجاح للجهود المصريه بعد ما كان بعض البلدان في العالم وبلدان عربيه بتستثمر هذا الشقاق الفلسطيني يعني لمصلحتها ولاستغلال بقى احد الاطراف، خلينا نقول حركه حماس، ليه ضرب مصر يعني وتوجيه ضربات ارهابيه ليها. دي مساله مهمه قوي. ده نجاح مصر دبلوماسي، والحقيقه يعني يحوي من بين طياته نجاح عسكري، يعني لانه انت بتجسس منابع الارهاب. دي مساله مهمه جدا. المساله الثانيه خلينا نبص على الناحيه قضيه السلام او ما يعرف بصفقه القرن او خارطه الطريق للفلسطينيين. مسألة الوحدة مسألة بتنهي فرص كتيرة، أو الوفاق ديت يعني بتنهي يعني عقد طويل من المماطلات الإسرائيلية لإنهاء الأزمة وإنهاء القضية بسبب استغلالها لمسألة الشقاق الفلسطيني الفلسطيني. اللي كان بيرفض الظلال برضه على الصف العربي يعني بشكل ما. المغامرات العربية وما إلى ذلك. المسألة ديت مسألة يعني لها عمق استراتيجي بالنسبة لمصر. مصر ابتدت تستعيد ريادتها للمنطقة وسيطرتها على الجانب الفلسطيني، لكن خليني أقول فهي سيطرة محمودة ومقبولة من الفلسطينيين، وإلا ما كانوا قبلوا هذه الوساطة. الأمور واضحة بالنسبة لإخواتنا اللي بيستغلوا الكلام. النمرة الثالثة بالنسبة للسيد رامي حمد الله، وده رئيس حكومة الوفاق، هو عنده يعني طبعا هو مشكور ان هو بيشكر مصر، واحنا يعني ده دور طبيعي لمصر، لكن خلينا بس نوجه نقطة نظره لنقطة مهمة جدا هتعاقبه وهتواجهه وهتواجه المفاوض المصري اللي اعتقد ان دوره لسه لم ينتهي بالآن، انه السلاح اللي في ايد كتائب القسام الى اين سيوجه؟ والى اين يعني واي طريقه سيستخدم؟ لانه اي استخدام سيء ناحيه الاحتلال لسلطه الاحتلال او دوله اسرائيل، ما هذا يعني انه هدم كامل لكل اللي صحيح فزائد انه لو توجه السلاح دوت للجانب المصري برضه تهديد للدور المصري في المساله. فالموضوع بوضوح، احنا عندنا قضيه مركزيه يعني ومؤثره جدا. هل ستفلح حكومه الوفاق بدعم مصري في يعني نزع سلاح كتائب القسام؟ وده امر مش سهل، وحماس نفسها فشلت في انها تعمله، لانه كم من حوادث حصلت وصدامات بين حماس واسرائيل بسبب خروج القسام عن النصر واطلاق صواريخ في اوقات غير مناسبه. سواء بقى ان كان ده بالتوافق مع حماس بشكل سري او علني او لكن القضيه في الاخر حصلت قبل كده فلازم نتعظ، واللي ما يتعظش من التاريخ الحقيقه يعني هيخسر فيه. طب خلينا نتكلم. طيب دكتور مينا، خلينا نتكلم على السيناريو الأسوأ مدخلا، يعني إذا لم تقوم حكومة الوفاق بدورها اللي حضرتك بتقول عليه بمعاونة يعني بالمعاونة بينها وبين مصر، هيحصل إيه؟ يعني خلينا نتكلم على السيناريو الأسوأ، ممكن يحصل إيه؟ عندنا السيناريو الأسوأ هو ليه كذا جهة أو ليه كذا زاوية. الجبهة الأولانية إنه كتائب القسام تطلق صواريخها أو تنفذ عمليات ضد السلطات الاحتلال الإسرائيلي
سواء بالحدود او يعني داخل الدوله نفسها. المساله ديت هتؤدي الى ان اسرائيل هتحاول تنفذ عمليه من العمليات اللي كانت بتنفذها عسكريا، وده هيضع السلطه الفلسطينيه قدام مأزق، اما انها تقوم بغدورها القيادي بقى لفلسطين باكمل وتعادي اسرائيل فتتوقف مفاوضات السلام ويقوم كلنا على موائد الحوار ونبدا نتبادل اطلاق النار، وده يبقى ده الحل البديل. او انه السلطه الفلسطينيه تقدر تحكم العمليه دي، تقنع اسرائيل بانها تمنع عمليه الانتقام المعتاده في هذه الاحوال يعني من جانب اسرائيل، وده هيتطلب منها تنازلات وخسائر في موقفها في المفاوضات. قيس بقى على الزاويه الثانيه انه لو اطلقت كتائب القسام او دعمت انصار بيت المقدس او ما اشابه من التنظيمات الارهابيه داخل سيناء ضد مصر، يعني خلينا نقول ضد مصر مش هنقول ضد قيس انه هي ضد مصر كلها، فعندنا ازمه ان مصر هتلاقي نفسها في موقف حرج، اما انها تتدخل بقى وتاخد موقف عنيف ضد ضد كتائب القسام او ما شابه في غزه ومن خلال السلطه الفلسطينيه، فيحدث صدام داخلي فلسطيني فلسطيني لا يعلم الله مدى، لانه الله اعلم حجم السلاح اللي موجود في ايد كتائب القسام، او انه مصر نفسها تتدخل وتبقى ساعتها تورط مصري في التورط مصر العسكري، يعني ما بنحبهوش الحقيقه، يعني مساله التورط المصري العسكري في اي مكان سواء كان في اليمن، ده سياسه مصر السياسه المصريه الحقيقه، يعني بدءا من اليمن لسوريا لليبيا الى يعني في شتى جوانبها، فما بالنا المساله الفلسطينيه يعني. فسيناريوهات سيئه جدا لو ما حصلش انه تم نزع السلاح من ايد القسام. وخلينا اقول حاجه كمان، احنا عندنا ماساه ثانيه، رامي السيد رامي حمد الله اشار اليها بوضوح، قال احنا بنطالب بفتح المعابر لغزه، لانه خلاص الحجه الاسرائيليه لاغلاق المعابر فتره صحيح اللي هي كانت موجود السلطه الفلسطينيه، وده معناه انه لو ما اتفتحتش هيبقى الموقف المصري والفلسطيني السلطه الفلسطينيه حرج من واحد، نمره اثنين الله اعلم كتابه القسام هترجع تعمل ايه؟ يعني احنا عندنا رغم النجاح المبهر اللي حصل الحقيقه واللي احنا ندعمه ونتمنى له الدوام التوفيق، الا اننا قدام نقطتين غايه في الخطوره، يعني شائكتين لابعد الحدود، مساله المعادن ومساله السلاح صحيح وربنا يستر. طيب خلينا ننتقل للخبر الثاني سريعا من جريده الوطن، الخبر بيقول اسماعيل امام البرلمان لا تغييرات وزاريه وعبد العال نطالبكم بالمزيد من الجهد لضبط الاسعار، رئيس الحكومه سنقدم لكم تقريرا مفصلا باعمالنا خلال ال 18 شهر الماضيه والزياده السكانيه التحدي الاعظم، تعليق حضرتك يا فندم. طيب معلش اسمحي لي انه انا عارف انه ساعة صدركم، اسمحي لي بس اتكلم بوضوح، يعني كون ان مفيش تغييرات وزاريه فاذا الحكومه مش شايفه ان عندها كوارث وفشل في عدد كبير من الملفات، فدي تبقى مصيبه وماساه كبيره الحقيقه يعني. انا اعتقد انه الكلام دوت يجوز انه يقال من الناحيه السياسيه لطمانه الوزراء الى اتمام هذا التغيير الاداري المحتوم والضروري لمسانده الرئيس السيسي في الانتخابات القادمه، عشان كده صحيح لو استمرنا بالحكومه دي فهتكون الكارثه فادحه فادحه. يعني اللي احنا اللي بيحصل في الملفات مش بس الاقتصاديه على فكره، عشان احنا نتكلم عن قصه ضبط الاسعار اللي بيطالب فيها رئيس البرلمان المحترم، لكن ال 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 الماساه على المستوى التعليمي فاتح، يعني رغم النجاح المشكور عليه الدكتور صادق شوقي الحقيقه بالظبط يا فندم، يعني احنا الكل بيشعر الفتره دي انه التعليم في حال افضل بكتير من الفتره اللي فاتت. حقيقي ولكن لك ان تتخيلي حضرتك مثلا انه في كتب ما اتطبعتش لغايه دلوقتي في المدارس، وده شيء غير مبرر. تمام. مدارس التربيه الخاصه بتاعت المكفوفين بتشتكي ان كل كتب البرايز بتاعتها ما اتطبعتش، والنائبه هبه هجرس مقدمه هتقدم استجواب النهارده او بكره ضد الموضوع دوت. فالتعليم رغم النجاح اللي حصل ومشكور عليه الدكتور صادق شوقي وتقرر المشكور عليه، الا انه عنده ملفات ساخنه جدا محتاج انه يحسمها عشان يحسم قبضته. وخلينا افكر الناس بالتصريح اللي هو قاله بنفسه انه في مشاكل كثيره في الوزاره، التصريح اللي شغل الراي العام مده طويله. يعني على اي حال بس عشان ما اطولش على حضرتك، المساله في الحكومه محتاجه تغيير وزاري محتوم، انا مش بتكلم على الدكتور صادق شوقي راجل ناجح. صحيح حضرتك بتتكلم بشكل عام. Thank you.
طبعا صحيح. طبعا يعني بس الشيخ طيب. مثل عشان النقطه اللي بعد كده اللي هي تتكلم عن مطالبه رئيس البرلمان بان يضبط الاسعار، لا يا سياده رئيس البرلمان احنا مش قصه ضبط اسعاره بس، الاسعار انفلتت خلاص. الاسعار انفلتت والوضع الاقتصادي سيء على المواطنين. تمام طيب. لكن حضرتك محتاج تمام، لكن حضرتك محتاج حاجات اعلى من كده. انا بعتذر للمقاطعه ولازم، ولكن انا بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور مينا ملاك الكاتب الصحفي، ونتمنى تكون رساله حضرتك وصلت، فشكرا جزيلا. مشاهدينا كنا معاكم على الهواء لمده ساعتين النهارده في حلقه يوم الثلاث 3 اكتوبر 2017، بنشكر حضراتكم شكر جزيل على حسن المتابعه، وان شاء الله غدا يكون معاكم فريق عمل جديد لصباح جديد وصباح النور يوم الاربعاء. شكرا لحضراتكم.